باشرت بالإجراءات وحكيت مع كم شخص، كم يوم وكل شي بيكون جاهز. شكرا لك. إيلين عم تطلع من الشباك. برا كانت الدنيا ليل عتمة والجو بارد. إيلين كانت عاطية ظهرها للدفا وضوي البيت من جوا، لأنه مو ايه خبرناها. انا رايح جيب إيلين خانم، تأمروني بشي؟ روح. يلا بخاطركن. مع السلامة، الله يقويكي. خاطرك تيتي؟ اسمع الكلمة ولا تعذب تيتي، ايه؟ حاضر. حبيبي ما بيعذب ستو.
موفقين يا أولاد. باي. أمي خاطرك أمي، خاطرك نيفين. انت امتى رح يجي على البنك مشان تسحب مصاري القرض؟ بالاول بدي صدق شوي اوراق، رح اخلص معاملة البيع والشراء وبعدين بيجي على البنك. فهمت، يلا انا رايحة. مع السلامة.